السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا فيديو عن طريقة حصول على مدخول ثابت. كل يوم تربح قدر من المال على حسب ما استثمرته. فهذه طريقة جيدة، تأخذ منها بعض دولارات دون أن تفعل أي شيء. وقبل كل شيء، أتمنى ألا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم الجديد إن شاء الله. أولا، عندما تدخل إلى البينونس، تأتي إلى هنا، ثم عندما تأتي إلى محفظة، تأتي إلى هذا المكان الأرباح، فهذه الطريقة ستكسبون منها كثير من المال إن شاء الله دون أن تفعل أي شيء. كل ما عليك هو أن تستثمر فيها وتختار العملة المناسبة. أولا، فأنا مثلا الحمد لله على كل حال تقريبا اكتسبت منه هذا المال. كل يوم أكسب 22 إلى 100 ساتوشي في اليوم، ولأنني لم أستثمر كثيرا في العملات، استثمرت بعض. هناك من استثمر في دولارين، أما هذه العملات فأخذنا مجانا من البينونس، من المسابقات ربحنا من البينونس. وعندما تكون هناك بعض المسابقات في البنوس، سأقوم بإنزالها على القناة. أولا، مثلا سندخل إلى هذه العملة، مثلا هذه العملة، مثلا هذه العملة، اشتريت منها تقريبا، استثمرت منها 0.3 العائد السنوي 64%، وكل يوم أخذ هذا المبلغ مع زيادة الدفع، كل يوم يزيد، كل يوم تزيد النسبة. مثلا عندي اليوم 58، خلال 3 أيام 4 أيام ستصبح 60,000 أو 70,000 ساتوشي من العملة أبيه. فهذه العملة كل يوم تكسب من هذا المبلغ. أما فائدة كل يوم تأخذ هذا المبلغ لمدة 120 يوم، وأنت على سبيل ماذا فعلت؟ هل فعلت الخطة يوم واحد؟ الآن عندما تريد مثلا أن تستثمر في هذا اسمه اكتتاب، تأتي أولا إلى أرباح، ثم تأتي إلى كسب البسيط. فهذه الطريقة، ولكن أنت يجب أن تختار مثلا عملة مناسبة. مثلا هناك عملة سولانا، هناك عملة أبي إي، هناك عملة ساند والإيف تومو، هناك كثير من العملات الجيدة. فمثل هذه العملات جي ال ام، لازيو، سي في اكس، فهذه العملات الرائجة، هذه العملات الرائجة يتم شراؤها. مثلا سأختار شيبا. فعملة مثلا شيبا، الخطة 120 يوم، الخطة 90 يوم، الخطة 60 يوم. فالخطة 120 يوم تعطيك نسبة 0.67%، فنسبيا جيدة. وحتى الأدنى
حتى لدنا لي الكتاب هو 800 شبر سنتي لا مثلا سنختار مثلا هنا نستثمر بها مثلا سأختار عملة جيدة هناك كثير من العملات الجيدة هنا سنطلع إلى الأعلى مهم أنتم ستختارون العملة المناسبة لكم فهذه العملة يتم سيتم إدراجها الآن مثل سي في إكس ولازيو قريبا الآن سنختار مثلا سأختار مثلا اس تي سأختار السوشي ليس عندي فيها رصيد مهم سأختار العملة مهم أنتم ستختارون أي عملة مناسبة وتكون عندكم غدا سأختار شيبا شيبا سأختار شيبا سأستثمر في شيبا كتاب في شيبا هذه الخطة تم بيعها لم تعد تم بيع المنتوج كاملا لأن مثل هذه الخطة تكون محدودة وهذه الخطة حد نفس الشيء تم بيعها يعني الآن عندنا 120 خطة 120 يوم سأختار وسأختار تقريبا 10,000 سأختار 10,000 قطعة من الشبا يعني هذا هو رصيد اللي سأربحه كل يوم سأخذ 22 مهم 22 شبا فهي نسبيا جيدة ثم عندما تريد أن تختار ولكن يجب أن تختار بحكمة لا تقوم باستثمار جميع أموالك في هذه الخطط اختر الخطة الجيدة ثم سنأتي إلى هنا نأتي إلى هنا ثم التأكيد أنت استثمرت تم اشتراك بنجاح مثلا سنختار أفضل حاجة هو OSTT أفضل ممكن أن تستثمر فيه لأنه ثابت لا يتغير OSTT قريبا لم يتم إدراجه جميع هذه العملات تم بيعها تقريبا جميع هذه العملات تم بيع الخطط فيها مهم طريقة الاستثمار نفس الشيء أما بالنسبة لما تربح كل يوم تأتي له عندما تستثمر هنا مثلا أرباح الذي تربحها من هذا الاستثمار تذهب إلى هنا تأتي له هنا مثلا هذه العملة الدئة ومثل العملات HFT تذهب إلى هنا تأتي إلى هذه الصفحة ثم تختار العملة التي استثمرت فيها سأنزل إلى الأسفل مهم مثل العملات التي استثمرت فيها تقريبا هي هناك عملات أدئة وعملات وان وعملات HFT والهوك والريف مثلا سأختار العملات HFT فهذه كل ما ربحته من الاستثمار كل هذه العملات ربحتها من الاستثمار تقريبا منذ تقريبا والحمد لله مهم
أي واحد يريد أن يستثمر في هذه العملات فليستثمر، حتى لا تقوم بتخزين أموالك فقط. وهناك بعض العملات جيدة جدا مثل العملات الراخصة تأتي إلى هنا. مهم، فهذه العملات مثل هذه العملات مثل عملة لونا فهي رخيصة، مثل عملة شيبا، مثل عملة ليفر. أحسن عملة الآن حاليا هي ليفر، أفضل عملة هي الليفر. نأتي إلى هنا ثم نأتي إلى الرابحون، نعرض المزيد. أفضل عملة الآن هي الإبر تقريبا 20%. من استثمر في هذه العملة فهي جيدة جدا، يخص من كانت عنده هذه العملة عندما كانت رخيصة. هذه العملة مثلا عملة الكاي حتى هي نفس الشيء، و السياش تقريبا 40%. هناك مهم، هناك كثير من العملات، وفيديو إن شاء الله فيديو التالي إن شاء الله سأشرح لكم طريقة تحويل من عملة إلى عملة دون أن تدفع أي رسوم وبتكلفة قليلة. يمكن أن تحول 10 سنت تشتري بها شيبا مثلا، أو تشتري بها لونا كلاسيك. مهم، فيديو إن شاء الله مولي سأقوم بنشر عن طرق شراء العملات بعشر سنت أو أقل من 10 سنت. وبالتوفيق الجميع.